صباح الخير. خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البارحة في جنيف أعاد للبنانيين وللسوريين وللفلسطينيين ذكرى أليمة، وهي ذكرى التوطين، يوم أقرت الأمم المتحدة التوطين للفلسطينيين. اليوم رح نناقش هذا الموضوع وغيره طبعا من المواضيع مع ضيفي السفير عبد الله أبو حبيب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. ما بعرف قديش مسألة التوطين هي مسألة هي حقيقة أم فقاعة كما يقول البعض، ما بعرف قديش هي جدية. هلا رح نناقش أنا وياك، بس اسمح لي هلا امبارح لما من بعد ما اتصلت فيك واتفقنا انه تكون اليوم ضيفه بحوار اليوم، ذكرني الفيسبوك، ما هو بيجي انه الميموري، ذكرني انه من سنه على القد بين عندي، كنت عم بقول انه غدا ضيفي السفير عبد الله ابو حبيب، من سنه على القد كنا يعني هون على القد بالتمام، من سنه كنا عم نحكي عن وقتها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تغير كتير بهذا السنة. طبعا رح نناقش متغيرات وما سينتج عن هذه يعني الأحداث اللي مرت بهذا السنة. بداية من سوريا، هل تعتقد أن مسألة التوطين هي حقيقة أم فقاعة كما يقول البعض؟ أولا في نقطتين مهمين فيها. أول شيء أنه الغرب وبن كي مون موظف، رئيس البنك الدولي موظف، رئيس البنك الإسلامي موظف اللي إجوا لهون، هودي بيشتغلوا لناس لدول، هالدول هي اما الامم المتحده او يعني اللي هي، وهودي بهمهم هلا شيء الغرب ما عم بيقدر يواجه، مش عم يعرف يواجه قضيه النازحين اليه. رحبوا فيهم بالبدايه، تم هالترحيب اخذهم، معظمهم مش هربانين من الامن بقدر ما هن هربانين من اجل فرصه اقتصاديه احسن. انا بعرف كثير سوريين كانوا موجودين عندنا بالضيعة برومية مرتاحين عم بيشتغلوا، وفجأة قرروا ياخذوا عيالهم ويروحوا، صاروا بالسويد، صاروا بألمانيا، صاروا بهيك شيء، كلها فرص اقتصادية هيدي كويسة. حيل لو واحد اليوم إذا بتفتح الولايات المتحدة الفيزا بتلاقي السفارة الأمريكية متلالية، بس نسبتهم بالنسبة للهربانين يعني هي نسبة قليلة. في كثير لا لا لا، بقصد إنه الهربانين أكثر، الهربانين من نحن عندنا بلبنان معظم السوريين موجودين بلبنان من مناطق آمنة بسوريا. حتى اليوم يعني حتى اليوم المخيمات السوريين حتى اليوم كلها هي المناطق بفضلوا هون لأسباب عديدة. أول شيء أهم شيء هربانين من هنيك من الأمن، بس كمان من الاقتصاد، ما في شغل. طيب بيجوا هون ما في شغل، هلأ في منهم عم يقتلوا بيتركوا نسوانهم وولادهم هون، إيه طيب هيدي غير شكل، بس في معظم عم بياخذ العاديين. اوكي، هودي جماعه بده وصفون، بده يحسنوا لهم حالتهم هون حتى ما يروحوا على اوروبا. رح يفشلوا فيها، يعني عم بيلعبوا اللعبه الاوروبيه اكثر من اللعبه الانجليزيه الاوروبيه القاره الاوروبيه، لان هول خايفين، مش البريطانيه مثلا. امبارح كان وزير الخارجيه البريطانيه هون ما فرجع عن هالخوف، لانه عندهم هن والامريكان عندهم واستراليا مثلا عندهم كنترول، حتى أنا فرنسا أبعد حتى جغرافيا، انه ابعد جغرافيا، أبعد جغرافيا من في بحر في كذا، والوصول اليها سهل منه صعب. تاني نقطة بدي أقولها إنه التوطين هون ما حدا بده يجبر علينا. الفلسطينية صار لهم هون 48 بعد ما صاروا لبنانية، واللي عملناه هون اللبنانيين نحن عملناه هون مش بضغط دولي. مثلا مرسوم التجديد 1994 نحن عملناه اللبنانية، مش ضغط دولي أبدا كان. والمراسيم اللي إجت من قبله وجنست الفلسطينية جنستهم، لأنه بقرار داخلي بتقليلي بمال، بتقليلي حتى نرجع هالمذهب على هالمذهب، إيه بس كان القرار لبناني صار. نعم. واللي مضيوه لبناني صار، مش بضغط دولي أبدا، يعني ما حدا بيقدر يجبرك بضغط دولي. طب اليوم كيف تفسر خطاب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال بجنيف انه دعا يعني الدول الى او دعا الى توطين حوالي نصف مليون سوري في الدول المضيفه؟ ايه هذا موقفه، هذا موقفه مش موقفه بس، موقف هالدول اللي عم تضغط عليه حتى يجي ويحكي هالحكايات. ايه حتى ما تحكيها هي بالضبط، يعني القاره الاوروبيه ما بدها تحكيها، وبالتالي بيوصفوا وطلع موظف منيح هو، وبالتالي يعني هذا قرار دولي بانه يتجهوا الى توطين نصف مليون سوري في الدول. في قرار دولي كمان بيتمنوا انه الفلسطينيه
يتوطنوا بلبنان، يعني نعطيهم الجنسية ويرتاحوا منه، انه من الأنروا، وكل سنة بيدفعوا للأنروا وبطلوا يدفعوا، بس نحن ما ممشي. ووقت بنعمل التجنيس كمان ما عم بيكون نتيجة لضغط منهم، نحن اللي عم نعملها مش هن. فهون القضية انه ايه بيقدر يحكي بده اياه هذا موقف، المهم نحن انه نجيبه. نحن نقول له لا ما رح نعطيه جنسية، لا ما رح نسمح لهم انه هن نفسه اللبنانيين باشغالهم، هن اللي صار انه نفسه اللبنانيين باشغالهم. نعم، انه ليست فقط هلا بنحكي عن المشكله في لبنان، بس هلا عم نحكي مش بس عن المشكله في لبنان، في لبنان وفي غير دول موجوده بالاردن بتركيا وهي دول الجوار. العراق ما في احد بقى. دول الجوار الاردن ما رح يجنسون ولا تركيا رح يجنسون. عندما يتحدث ديمستورا بورقته ب 12 بند، هي حوالي او 13، بالبند رقم 11 بيقول انه العودة إذا أرادوا ذلك. هيدا من بعد ما كنا بتشرين الأول بال 2015 بجنيف ببروكسل أعتقد بفيينا، كان في مباحثات، وكانت وزارة الخارجية وفد وزارة الخارجية اللبنانية اعترض على بوقتها إذا أرادوا ذلك، وقال عودة آمنة، يعني شرط أن تكون آمنة. أول شيء خلينا نشرح أنه ما هو الآمن، وما هي العودة الآمنة، وما هي العودة الطوعية إذا أرادوا ذلك، وماذا يريد السوريون اصلا؟ يعني كلنا يعني هلا كل في قرارات دوليه وكل واحد عم يطلع منه، بس ما حدا عم يسال وين السوريين، وهن اذا حقا هن بدهم يضلوا ولا لا هن بدهم يروحوا على بلادهم. العوده الامنه انه ما يروحوا على مناطق حرب في خطر عليهم. هيدي انه تكون امنه، يعني يرجعوا لمناطق اللي هي مناطق امنه مش مناطق حربيه فيها. واليوم سوريا صارت أكثر من نصها مناطق، إذا بتشيل الصحراء مش 70% من سوريا مناطق آمنة. إذا بتشيل الصحراء يعني سوريا المفيدة معظمها صارت آمنة. يعني هيدا اللي هيدا موقف، هيدا موقف لبنان، هيدا موقف كان وزير الخارجية وقت كان بفيينا وأصر عليه ومشي. ومش الحال هيك، بينما الأمم المتحدة إنه بتترك لهم الخيار إذا بيبقوا أو ما بيبقوا. هلا نحن بلبنان على طول كان يبقى عندنا حوالي نص مليون سوري، أقل بشوي بعده يزيدوا حسب ما الحالة الاقتصادية هون، لأن الأجور أعلى عنا من عندهم. نعم. لكن المعيشة أغلى عنا من عندهم. نعم. فيها والسوريين عم بيروحوا ويجوا معظمهم. وقت صار في انتخابات كانوا بيقولوا ضغطوا عليهم، ما بتقدر تضغطي على عشرات الالوف من السوريين يجوا ينتخبوا، كيف بتضغط عليهم؟ ما عندهم هالامكانيه اليوم السوريين انه يعملوا. ومش الكل راحوا، 30,000 ماشي، يعني 30,000 أو 40,000 اللي راحوا على السفاره وسكروا الطرقات ماشي بالنسبه لغلو. بس ما الذي يمنع العوده؟ يعني اليوم ليش في قرارات الدولية؟ يعني امبارح خطاب بان كيمون عم بيقول في الدول رحب بدور الدول المجاورة لسوريا، عم يحكي عن لبنان والعراق وتركيا، ودعا إلى توطين نص مليون. لماذا اليوم شو اللي بيمنع من العودة؟ لأن السوري ما عنده شغل بسوريا، فهيدا بس هيك ما في أمن، يعني ما في خوف من النظام، ما في في خوف. أنا ما بقول ما في خوف، بس القسم كبير منهم، مش ما بدي اقول القسم الاكبر حتى، لا قسم كبير منهم اذا بده يرجعوا لسوريا وعندهم عوده امنه بس ما بلاقوا شغل. هون عم بلاقوا شغل، عم بيدفعوا منيح، يعني كلفه المعيشه غاليه هون، الاجار في منهم بالكاد يخلصوا اجارهم الشهري، يعني يعني شو بده يعمل السوري 30 ب 20 600 دولار بالشهر اذا اشتغل 20 يوم، عم يعني بيدفع أجار 300-400 دولار تقريبا حتى ياخذ غرفة إذا زوجته معه وولاده معه. فهودي ما بيرجعوا على هلا لأنه بعدهم هون عايشين مرتاحين، بس بهال 600 دولار عايشين مرتاحين، مش إنه منه ميتين من الجوع، ما في خطر عليهم شيء انفجار هيك أو هون هيك. ففي هون عندك عندك المشكلة، مشكلة الدول الغربية. المهم إنه هودي بأوروبا أحسن، يعني اللي بيقبض 600 هون بيقبض 2000 بجوز بأوروبا، بيدفع 1000 بيضللوا، يعني هيدا ضغط بعده، هن مستمرين بالضغط على الدول المحيطة بسوريا إنها توطن هالناس، إذا ما وطنتهم تعمل لهم شغل دايم حتى ما يتركوا يروحوا لسوريا.
حتى يعيشوا مرتاحين أكثر بلبنان أو بالأردن أو بتركيا وما يروحوا على أوروبا، مش لما يروحوا على سوريا. ما أظن الأمين العام المتحدة بعارض إذا قرر السوريين بكرة كلهم يرجعوا لسوريا مثل ما صار عندنا سنة 2006 هون، تذكري كانوا اللاجئين من الجنوب كلهم رجعوا تاني يوم. إذا قرروا يرجعوا ما أظن عنده مشكلة، لكن عارف أنه ما رح يرجعوا حتى لو صار في سلام، لأنه الحل الاقتصادية قبل بلش الأعمار هي المشكلة. هذا هو السبب الوحيد الذي يدعو بن كي مون إلى التوطين السوري؟ لا، في الأمنة، نحن عندنا في مناطق غير أمنة يعني، والفرصة الاقتصادية اللي بتعطيني أوروبا. يعني هو بن كي مون حريص على حياته الاقتصادية للسوريين كرمال هيك عم يدعي؟ لا لا، حتى ما يروح على أوروبا، حتى ما يروح على أوروبا. ما هو الأمين العام والدول الأوروبية، في عندك دولتين على الأقل عنده حق الفيتو، عندك شي 6 دول مجلس الأمن، بمجلس الأمن بال15 دولة يعني. فعندك يعني هودي بيقدروا يضغطوا على بن كي مون، وهو ما بده يضغط عليه يعني، مثل ما قلنا الموظف يعني بالأخير إنه خليهم محلون، تيبقوا محلون بدهم. ما هن بلبنان آمنين، بالأردن آمنين، لكن نعم، الفرصة الاقتصادية لهم بالأردن وبلبنان ما منيحة، لهيك عم بيروحوا على أوروبا. على أوروبا. طيب، انطلاقا من هون بدي انتقل للموضوع السوري. من فترة كمان كتبت حضرتك تحدثت عن ما يشبه طائف سوري، كيف سيكون الحل في سوريا من بعد الانسحاب الروسي بوقتها، وكان في إلنا لقاء. انطلاقا من مسألة التوطين والعودة، إذا كان في عودة ولا لا، هل الحل السوري هو على السكة الصحيحة؟ هل المفاوضات اللي عم تحصل بجنيف هي على السكة الصحيحة على الرغم بطئة؟ وكيف سيساهم الانسحاب الروسي من سوريا بتسريع هذه المفاوضات؟ أنا بعتقد بعدهم بالبداية يعني بعدهم بنقطة الصفر. بعدهم النظام السوري عم بيقول إنه ما في دولة، ما في حكومة، ما في نظام بدون بشار الأسد. وهديك عم بيقولوا إنه ما بنقبل، ما بنرضى بحكومة إلا ما يطلع بشار الأسد. كله أنا ما سمعت حدا من المعارضة قال أنا مستعد أقعد أنا مع رئيس الجمهورية بشار الأسد ونحكي يعني، ويكون هو رئيس جمهورية وقت بكون أنا بالوزارة. يعني بعدنا بالبداية. هلا شو اتفقوا الأمريكان والروس كمان ما بجوز ما يأثر كثير على النظام، بس أنا طلعت خبرية إنه اتفقوا على ترحيله. أنا بفتكر لا، الروس ما بيعملوها، لأن الروس ما بحياتهم تدخلوا حتى يشيلوا من الروس، مش السوفياتا، ما تدخلوا حتى يشيلوا رئيس دولة ويحطوا محله حدا أما هيك شيء. تاني شيء بدي لك إنه اليوم بس على الأقل ما في نقاش إذا بضل بالمرحلة الانتقالية وبعدها بيكون في رئيس تاني. في هذا النقاش في أو لا؟ لا، ما بين السوريين لا، ما وصل لهذا النقاش. لا، بين ما أظن بقول لك يعني اليوم هل بدو النقطة الثانية إنه كل شيء بهمهم الروس والأمريكان، أكثر شيء بهمهم، مش كل شيء بهمهم، هو الاستقرار بسوريا والأمن وعدم تفريغ البلاد والإرهابيين اللي عم يصيروا كله يجوا يتدربوا بسوريا ويروحوا. هل بهمهم أكثر شيء؟ بهمهم الاستقرار، يعني بهمهم واحد لقط، ما بده يفرطوا الجيش، ما بده يفرطوا الإدارة، بدهم واحد لقطة، وما حدا بيقدر يلقطها بالوقت الحالي. غير يعني إذا جبنا واحد من المعارضة رح يقدر يلقطها؟ ما رح يقدر يلقطها، ما بيعرف شيء عن بلد، مهربانين قاعدين بأوتيلات أوروبا وإسطنبول وغيره يعني، والقاهرة كمان ما ننسى. ف يعني هو اليوم بدل اللي بهمهم كثير انه يعني الامريكان عندهم ديلما انه مش عارفين، من جهه بدهم يلقطوا البلد، مش هن يلقطوا، ينلقط البلد، ومن جهه ثانيه ما بدهم الدكتور بشار الاسد. فبتشوفي بيروحوا هيك وهيك، الروس معروفين بدهم بشار الاسد يبقى، فلهيك بعدنا والمعارضه معروفه موقفها، بس مش معروف موقفها الثاني انه بدنا نلقط البلد يعني. فلهيك عندك مشكلة بالبداية، بعدنا ببيت الياك مثل ما بقولوا بلعبة الطاولة. بعد ما طلعنا منها في جولة تانية جاية، أنا ما بعتقد بالجولة التانية رح يصير في أي تقدم ملحوظ، بس هيدي المفاوضات بتاخد جلسات كثيرة يعني.
أنا بتذكر وقت كنت سفير كان رئيس حكومة النمسا السابق بالثمانينات، شو كان اسمه، كراوسكي أم هيك شيء، حتى أخذنا استقلالنا اللي كان سنة 55، طلعوا كله الحلفاء، يعني طلعوا الروس والأمريكان والإنجليز والفرنسوية من النمسا، عملنا 365 اجتماع. فما بلشوا بعد ما عقدوا ولا اجتماع، هو دائما وقت بلشوا يسبوا بعضهم، مش انه يتناقشوا ما فيها. فلهيك اللي انا بعتقد كمان انه امبارح الحكي اللي حكاه الرئيس الاسد للتلفزيون الروسي هو نقطة متقدمة، بس هل كافية؟ مش كافية، بس نقطة متقدمة من ناحية انه النظام، لانه كان كل همه بده يسترجع كل سوريا وبعدين بنظبط الامور. أنا بفتكر الأمريكان والروس نيتهم بيعتقدوا أنه ما في حل عسكري لسوريا. ما هو الحل السياسي؟ يعني اليوم يعملوا حل سياسي. ما هو الحل السياسي؟ لغاية هلأ بدهم السوريين يعملوا حل سياسي مثل بالبداية أو مثل أي بلد. بالبداية بتكون القضية سورية، بترجع بتصير إقليمية لما بحلوها السوريين، بعدين بتصير دولية مثل ما هي هلأ، مثل لبنان كمان، رئيس الجمهورية بالبداية كانت لبنانية، إقليمية لا دولية يمكن صارت، ونحن مش عارفين شو هي بقى صارت. فاليوم المفاوضات هي سورية، وإذا فشلت المفاوضات السورية بتنتقل هلأ دغري دولية، لأن الروس والأمريكان هن الراعيين لهذا الاتفاق. أنا بعتقد أنه دي بالصورة ما بيكون لحاله، بيبعتوا معه أمريكان وبعتوا معه روس وبيضغطوا على الجهتين حتى يتوصلوا لاتفاق. طيب شكل الاتفاق، كنا عم نتحدث وقلت أشارت حضرتك إلى أنه في احتمال، يعني احتمال أو شكل من أشكال النظام السوري في المستقبل هو ما يشبه النظام اللبناني، يعني أن تتقاسم الطوائف والسلطات. مش هلأ من مدة هلأ تغير؟ لا انا عم بقول هيدا تكهن، يعني بس ما بلشوا فيه هن، بس ما بلشوا فيه، بس انه ما يمكن ان يكون شكل، يعني اذا المعارضه اكثر من اللبناني، يعني اول شيء بده يكون مركز على اللامركزيه. اذا ما ارتكز على انه سوريا اكبر من لبنان، ونحن اتفقنا على اللامركزيه بس ما حققناها، لان منا كل السلطه بتضل بايدنا، كل واحد بقول بشيل هداك بقعد انا محله، يعني ما عم بيروحوا، ما حدا قدم مشروع اللامركزيه بلبنان. هناك بده يتفقوا بالعراق، اتفقوا على فيدراليه، بس لكن فيدراليه بحكومه مركزيه ضعيفه ما بتمشي، مش ماشي بالعراق، ما بعرف شو بده يصير. هلا هون ما اظن في فيدراليه، ما حدا عم بيحكي على الفيدراليه، السوريين كلهم ما بيحكوا على الفيدراليه، بس الاكراد عم يحكوا، الأكراد الوحيدين، وما مشوا فيها الأمريكان ولا الروس، يعني وهودي اثنين عم بيساعدوهم طبعا الأتراك بالمرة، يعني وإذا راح أردوغان على واشنطن لحضور المؤتمر هو حتى ياخد هالتأكيد من الأمريكان، الضمانة من الأمريكان أنه ما بصير في فيدرالية مثل العراق في عندهم، بده يصير في عندهم لا مركزية، ما معقولة ما تصير لا مركزية، وبده يصير في نظام. انا بفتكر انه بالاخير معقول تاخذ سنه يعني العمليه واكثر، انه بصير في نظام شبيه بالنظام اللبناني. هلا هن عم بيحكوا عن علمني انه ما في دين وما في كذا، مثل ما كان هو النظام السوري الحالي هلا، ولو عارضه عم تحكي ذات اللغه، بس بالنتيجه ما في ما بيمشي غير هيك، ولا مركزيه معناتها هيك. يعني حتى لو طبعا العوده الى صلاحيه الرئيس وبحث في صلاحيه الرئيس، انتقال بعض صلاحيه الرئيس الى المجلس الوزراء اللي مفترض يكون مش يعني هيدا الخلاف الاساسي عليها، انه اذا بيبقى الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهوريه بدون صلاحيات ولا مع صلاحيات، وهون كمان مثل ما قلنا الديلما الامريكيه، انه بدك ملقوطه الدفاع والداخليه حتى يكون في استقرار، ولكن ما بيوثقوا الأمريكان، عم بحكي ما بيوثقوا بالدكتور بشار برئاسة الجمهورية، هون مخربطين مش عارفين شو عم يعملوا، حتى يقرروا شو بدهم يعملوا تتمشي المفاوضات. أنا ما أظن اليوم رح تمشي المفاوضات. قد ايه مرتبط الملف السوري بالملف اللبناني؟ يعني اليوم بلشنا بالعكس قديش مرتبط الملف اللبناني بالملف السوري. صح مزبوط، اليوم بلشنا يعني حلقتنا بمسألة التوطين يلي هلأ عم ينحكى فيها كتير، واللي هي بتتزامن مع إذا بدك دفع جديد لانتخاب رئيس جمهورية
ما بعرف كيف بيرتبطوا هو الملفين مع بعض. طبعا كيف بيرتبطوا بالملف السوري، لأنه هلا كل فئة بتعتقد اعتقدت بوقت من الأوقات، خاصة الحلفاء الأساسيين للدول الإقليمية، إنه إذا ربحنا نحن المفروض رئيس. كل واحد منهم فكرت عم تفكر بالطريقة هي. المشكلة إنه ما حدا رح يربح ربح تام، فمن هون إنه نحن لازم نكون عنا شوية تفكير إنه نقعد مع بعضنا ونشاور بعضنا، مش نفرض على بعضنا، نشاور بعضنا مين على الرئاسة وعلى الدولة كلها. لأنه أنا برجع للي قاله السيد حسن نصر الله، أنه في أكثر من رئيس جمهورية باللعبة، في رئيس الحكومة، في الوزارة باللعبة، في قانون انتخابات باللعبة، فهو كليتهم بده يصير في اتفاق عليهم. إذا ما صار في اتفاق عليهم صعبة أنه هذا المجلس وهذه الوزارة أنه تحل القضية. نعم، رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي عن ملف اللبناني بشوي تفاصيله. كنت حضرتك سابقا حكيت عن النظام وأزمة النظام اللبناني وكيف حل انطلاقا من مسألة رئاسة الجمهورية وترتبط بالملفات الأخرى، بس بدأت أقف مع فصل إعلاني قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا ولضيفي السفير عبد الله ابو حبيب، بدي ارجع ارحب فيه. كنا قبل ما ندخل الفصل الاعلاني دخلنا بالملف اللبناني، كتبت اخر مره عم تقول انه الاهتمام الامريكي، يعني انه الحاله المرضيه اللي في لبنان الذي يفترض ان يدخل الى غرفه العنايه الفائقه، ولا تعتقد انه مشاكل النفايات والتعيينات الاداريه والفساد المالي وفضيحه الانترنت وما الى هنالك من مشاكل في لبنان هم من اهتمامات الرئيس اوباما او من يخلفه. اوكي، انا عم بكتبها هي لانه الترامب عين شاب لبناني صح مستشاره، وهلا انتصار وبلش صار انتصار للبنان. انا ما فهمت كيف انه بده يحطنا على سلم الاولويات الامريكيه، اللي بيكون يعني شو سلم الاولويات الامريكيه؟ يعني وقت بيوعى الصبح الرئيس الامريكي وبده يقولوا له شو اهم شيء صار بالعالم، ما بيقولوا له انه والله هيدا اليوم لبنان تحسنت حاله، صار ارتفع المستوى المعيشي او شيء، ما بيقولوها. بيقولوا علقت هون، امبلي هون، كذا هون. طيب عالم انت بحالي منك من الاهتمامات الامريكيه، يعني منك بالغرفه العناية الفائقه. فليه انه النفايات يعني مش اوباما بنفكر فيها، والخلافات رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه او يعني الانتخابات او حتى حطينا التغريدات الجنبلاطيه منا من اهتمامات اوباما حتى يحطوا لبنان اذا علقت بلبنان وصار في حرب بلبنان. والاستحقاقات اللبنانيه الوهميه، شو قصدك انت تقول؟ الوهمية انه نحن بنلتقي مثل ما بيقولوا هلا بنلتقي اوباما وبوتين، طبعا بده يبحثوا لبنان. هيدي وهميه هي. لا ما بيبحثوها طبعا، اذا كانت علقانه هون وحرب وكذا مثل سوريا وامتدت الحرب السوريه لعنا ببلشوا يبحثوا. طب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني اليوم لبنان منه بسلم الاولويات الدوليه ولا حتى الاقليميه، ما بعرف هلا انت بدك تجاوبني، هل هو على سلم الاولويات الاقليميه؟ ونحن بلبنان عايشين ازمه، في شغل رئاسه، في ازمه سلطات، في ازمه علاقه بين السلطات، يعني في ازمه سياسيه بطبيعه الحال. اولا لبنان منه من الاهتمامات اللبنانيه، وقال لك ان عدنا مع بعضنا عن جد، مش بلجان الحوار ولا كذا، كنا عدنا مع بعضنا عن جد وبحثنا القضيه. مثل خدي رئيس الجمهوريه قعد رئيس حكومه سابق بفرنسا ويستدعي الناس، يعني انه هو ما بيجي امن، شو اي امن؟ ما كل الموجودين من احنا مش علينا خطر امني، كلنا علينا خطر امني. طيب هيدا يعني منه، انا ما شايفه من اهتمامات كل اللبنانيين، من الأولويات كل اللبنانيين، كل واحد عم بيشتغل لمصلحته. أنا بدي أعمل رئيس حكومي، بجيب رئيس جمهورية اللي بيعمل لي رئيس حكومي، وهلو مجرى وهلو مجرى يعني في عملي. ثانيا أنه ليش بتكون من اهتمامات الإقليمية الدولية الأمريكية مثلا أو الروس، يعني مثلا
انه شو في بلبنان بتخليني انه انتبه عليه انا، اللي بيهمهم بلبنان الاستقرار، وانه الاستقرار معناته الجيش وقوة الامن خاصة الجيش، وعم بيصلحوا الامريكان للجيش يعني، وعم بيصلحوا كمان قوة الامن. فمن هون انه واليوم مثلا كان الامن العام، اما مخابرات الجيش، اما المعلومات، كلهم عم بيشتغلوا وكلهم بينسقوا مع الامريكان. للاسف كل واحد لحاله، مش كلهم مع بعضهم. اوكي، ففي رياحه امريكيه تامه من هالناحيه، بيتمنوا انه يصير في رئيس جمهوريه ويصير في وزاره جديده ونخلص من هالفوضى السياسيه اللي موجوده. بس ما في فوضى امنيه، وهل بتهمهم؟ هو اللي بحطوا على الاولويات الامريكيه الفوضى الامنيه. اذا عندنا فوضى امنيه، عندنا ضعف امني من دون شك، بس عندنا قدره انه نلقط هذا الضعف، ضعف انه لانه داعش على حدودنا يعني. وحتى ساعة الأزمة السياسية أو الضعف السياسي هو لن يؤدي لضعف أمني برأيي. لا، منه لغاية هلا مش الحال، وكلهم بيتعاونوا. صحيح أنه هالأزمة مش عارفين، بس كلهم بيتعاونوا من أجل ضبط الشيء. ما حدا بده حرب بلبنان فيها، فهيدي أزمة سياسية. النفايات أنه شو بدك أوباما، يعني أهم أزمة يعني نحن واجهناها وعم نواجهها بعدنا، النفايات طبعا. أنه شو بدك أوباما، أما بوتين يعني يفكروا فيها، حتى كاميرون ما بفكر فيها. لا، قبل ما نحكي عن السياسات الأمريكية في المنطقة، انطلاقا من مقالك الأخير عن وهم ضعف أوباما في المنطقة، هلا بنحكي فيها. بدك بعد شوي عن لبنان، كنا عم نحكي بالبريك ويمكن قبله، أنه السيد نصر الله تحدث أخيرا عن أنه المسألة منا بس أزمة رئاسة جمهورية، هي أيضا أزمة رئاسة حكومة وباقي السلطات. اليوم قدي بتعتقد أنه نحن وين بالملف الرئيس الجمهورية؟ يعني حتى الناس صارت هلأ ببيوتها تعتبر أنه ما صار لنا فترة بلا رئيس جمهورية، أنه تقريبا سنتين. بعد شهرين بصير لنا سنتين. هل في أفق لحل ما؟ أنا ماني شايف أنه في أفق. في أربع ثوابت منا متغيرة. أولا جنرال عون مرشح، ما في بلان بي. بلان بي معناتها أنه إذا ما ترشح، لا مرشح، خلصت نقطة على السطر. ثانيا حزب الله مأيد جنرال عون، أوكي، هذا كمان ثابت. شيء ثابت ثالث أنه ما في نصاب إذا هالتنين ما وافقوا. وشيء الرابع اللي صار هو أنه في اتفاق بين القوات والتيار، اللي جعلوا أنه الأكثرية المسيحية يعني ما فيك تمرر رئيس من دون موافقتهم هو، وإلا بده يصير في قلائل. ما بعرف شو راح يصير، مش عم بهدد ولا عم بتكهن. ما معقولة أنه غصبا عن المسيحية يصير في رئيس جمهورية. ما بيحملها لبنان، ما بيحملها. فهودي الثوابت ما بتشعر بالوقت الحاضر، طول ما انه كل واحد كل فئه لحاله عم يغني على ليلاه، مثل ما بقول انه طلع رئيس جمهوريه. لانه الجنرال عون اكثر من مره قال انه ما بده رئاسي اذا في معارضه سنيه، بده تفهم سني للرئاسي فيها. وبعتقد حزب الله كمان على ذات الخط من هالناحيه هيدي. فلهيك ما شايف بالوقت الحاضر، بس معقوله بليله ما فيها ضوء قمر مثل ما بقولوا تزبط العمليه. بس هلا إذا الواحد بده يتكهن من هلأ إلى 25 أيار اللي بيصير لها حقيقة الأزمة سنتين، ما في شيء. طب كيف يعني قبل بالفترة السابقة كنا عم نتحدث عن رئاسة الجمهورية، اليوم صرنا عم نتحدث عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهذا اللي كان واضح من كلام السيد نصر الله في خطابه الأخير أعتقد، لما ربط المسائل الاستحقاقات ببعضها، يعني وقبول برئيس جمهورية يعني قبول برئيس حكومة معين، ربط الأمور ببعضها. طبعا أنه كيف يعني مش رأسي، لأنه اليوم إذا بنأخذ يعني كيف ترتبط، كيف تغير الطائف، ماذا تطبق من الطائف، ماذا طبق من الطائف؟ شيء واحد بس، صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وأخذون رئيس الحكومة. مش بالعهد، هذا مش بعهد رئيس تمام سلام، لانه في نوع من الوفاق على انه كيف تاخذ القرارات بمجلس الوزراء. بعض الوقت في خلافات، بس لانه في لانه رئيس جمهوريه ما في رئيس جمهوريه، مش لانه فلهيك انه ما طبق من الطائف شيء. خلينا نطبق بالطائف. عملوا تقسيمات اداريه جديده، ما عملوا. عملوا لا مركزية، ما عملوا. عملوا دوائر انتخابية وقانون انتخابات جديد، ما عملوا. رجعنا لذات القانون
اللي كان احد اسباب الداخليه للحرب. رجعنا له بالضبط. فهلا عندك يعني عندك مشكله بالبلد، انه من هو رئيس جمهوريه، من هو رئيس وزراء، وكيف تتشكل وزاره. نعم. وفقيه، اكثريه، كذا، كيف تجعلي الوزاره تحكم كأكثر مش وفاق كامل. هي بدك نظام نسبي، ما هو النظام النسبي بيعطيك هاي شو، بيمثل كل الناس وبيجعل من 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 شو بنقول، فريق أكثر وفريق أقل. اليوم الأكثر والأقل، مثلا بال 2009 عملنا انتخابات ربحوا 14 أدار، كان عندهم 71 نايب، ربحوا مش هيك؟ ما قدروا ألفوا وزارة. ليه؟ لأن العنصر الشيعي كان برا، والعنصر الشيعي اشترط إنه حلفائه يكون معه، فإذا خلص صارت وزارة ائتلافية. ليه؟ لأنه اليوم في أحادية سنية وأحادية درزية وأحادية شيعية، أحادية ثنائية شيعية لكن متفقة. اللي لازم النظام النسبي بيجعل من السنة ثنائية إذا مش أكثر، ومن الدروز ثنائية، ومن الشيعة ثنائية إذا مش أكثر كمان فيها. والمسيحيين أصلاً هن أكثر، فبتروح ساعتها فيك تألفي وزارة بأكثرية اللي فيها من جميع الطوائف، فعندها مساقية خالصة. اليوم أي وزارة غير وفقية ما عندها مساقية. بس ما الذي سيدعو لبنان إلى الاتجاه بهذا المنحى؟ يعني اليوم هل نحن نتحدث عن أزمة نظام حقيقي، أزمة تطبيق الطائف، ولا أزمة الطائف بشكل عام؟ في تأكيدات من كل القوى السياسية على الأقل علنا بأنه هن متمسكين بالطائف، ولكن في الكواليس السياسية في حديث عن أنه هذا الطائف ما عاد قادر يحكم الحياة السياسية اللبنانية. ما الذي سيدعو الطائف إلى كما طبق لغاية اليوم مش قادر يحكم، لأنه نحن من وقت ما خلصت الوصاية السورية 2005 لليوم مش قادرين نحكم نفسنا، وما حدا عم يتدخل حتى يمنعنا من أن نحكم نفسنا. طبعا الناس بيقولوا سلاح حزب الله ما بيمنعك ساعة، بس معظم الناس صاروا مقتنعين أنه قانون الانتخابات هو مش عارف خليك تحكم نفسك، لا حزب الله ولا المستقبل ولا حدا. ليش؟ هلا قانون الانتخابات في المستقبل والتقدم الاشتراكي هن معرضين لتغييره، بدهم قانون الستين كما هو. فهيدا وأي شيء بيعملوه بدهم رئيس جمهورية وفق عن قانون الستين، بدهم هيدا أهم شيء. أهم شيء كل اللعبة قانون الانتخاب فيها، وهيدي طول ما هي بجوز تصير انتخابات على أساس قانون الستين، لأنه هو القانون اليوم. لكن هيدا ما بوصلنا إلى اتفاق لبناني وإلى نظام ديمقراطي أكثر أقل، لأنه قانون الستين يجعل يعطي الأحادية السنية والأحادية مثل ما قلنا أحادية عند الطوائف الإسلامية، وهلا صار عندنا تقريبا أحادية عند الطوائف المسيحية. بدك انتخابات جديدة أحادية عند الطوائف المسيحية؟ إيه. إلى حد ما. اليوم يقال أو يدعو التيار والقوات أنه إذا عملوا انتخابات بياخذوا 86% من المسيحيين، يعني عم تحكي عن حوالي من أصل 64 حوالي شيء فوق 50 نايب. اليوم عندك 32 نايب بينتخبوا المسيحيين، فإذا صاروا اثنيناتهم عندهم 50 نايب مع حلفائهم، ما نحن هيدا حلف هائل، أقوى من أي حلف تاني موجود يعني. وحتى لو جابوا 45 منا هيني هالأشياء. بس معظم اليوم، لأنه اليوم المستقبل بده يعرف أنه باتفاق التيار والقوات راح يخسر نواب كثير. أوكي؟ حتى بقانون الستين؟ بقانون الستين بده يعمل هو دراسة، هل بيخسر أكثر بقانون الستين أما بالنسبية؟ لا، نسبية كل واحد لحاله. صحيح. فأنا بعتقد بيخسر أكثر بقانون الستين، يعني على الأقل ببيروت بيخسر 7 نواب، ببيروت بس 7 نواب. وبتروحي لبرا بعكار في يمكن يزحلي بده يخسر، يعني في كتير نواب مسيحيين هن تحت جناح المستقبل معظمهم بده يروحوا.
معظمهم ما بيقول كلهم بده يروحوا، بيبقى بيروت بجوز وبطرابلس بده يتحرروا لأنه تحالف غير شكل، وعكار في إمكانية تغيير هائل كمان بعكار. طرابلس حتى لو تحالف المسيحيين هل يمكن أنه يربحوا على الأصوات؟ ليك في أصوات مسيحية، في نواب مسيحية بيجيبوا لأنه المسيحيين مش عم يصوت 20% منهم بطرابلس. لما ينقسموا مثلا أظهر اليوم في حلف يقال أنه المئاتي كرامي صفدي ضد المستقبل، إذا اتفقوا المسيحية ما هو بده يجيبوا أكثر أصوات. نعم بيصير في مجال، يعني بده يجيبوا ناس مسيحية عندهم أصوات مش ناس مسيحية على الماشي تمشيهم. يمكن هذا هو اللي اختصره كمان السيد نصر الله عندما تحدث عن اللقاء مع الرئيس سعد الحريري وقال أنه إذا في مجال للقاء فهو للحديث عن قانون نسبي. هل الرئيس سعد الحريري مستعد للحديث أو للبحث في قانون نسبي للانتخابات النيابية؟ فليكن هذا اللقاء يعني طلع ما في طيب بدي أتقل الموضوع الأمريكي. اليوم السياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، تحدثت حضرتك عن أنه السياسات الأمريكية لا تزال قوية يعني، ورئيس أوباما لا يزال، على الرغم من أنه المملكة العربية السعودية تراجعت أسهمها في المرحلة الأخيرة خصوصا في الأزمة السورية، على الرغم من أنه يعني من بعد الدخول الروسي إلى المنطقة استعاد التوازن بين سوريا أو محور الممانعة المقاومة ضد المحور الآخر. لماذا تعتقد أنه لا يزال رئيس أوباما سياساته قوي في المنطقة؟ أولا أنه ما في شيء بيصير نهائي إلا من دون موافقة أمريكية، مثلا هذه محادثات السلام صار موافقة أمريكية، وقف اطلاقنا موافقة أمريكية. فيك تتصوري أنت كمان أنه الأساطيل والقواعد الأمريكية طلعت من الخليج، شو بيصير بالخليج؟ كلها أمريكية. اليوم السعودية مش عم تضرب اليمن مع أنه الأمريكان منهم متفقين معها، بس عم يعطوها الزخيرة. إذا ما عطوها الزخيرة مثل ما بيعملوا عادة شو بيصير؟ مش فيها تضرب هالقد اللي عم تضرب لهم، بتخلي لحالها. فما في شيء بيصير هون أمريكا دو. هلا إذا قرر أوباما بده يضرب بسوريا، إنه شو اللي بيمنعه؟ هلا ما في خلاف روسي، خلاف الروسي الامريكي ما بيوصل لاصطدامات. نعم. والهيك الامريكان والاوروبي تضايقوا من تركيا لما ضربت طياره روسيه. نعم. انه عم احنا ب 70 سنه حرب بارده ما صار هيك شيء، يعني انه نزلنا طياره وراح بده يشوف حاله هذا اردوغان ورئيس حكومته، هذه مسخره كانت يعني. ليه مرقت 9 ثواني فوق الحدود ولو ف لهيك انه ما في صدام، وامكانية الاتفاق منا هيني صعبة لمختلفين لعدة محلات بالعالم، لكن عم يحكوا عن سوريا. صارت سوريا خطر عليهم اثنينتون، الروس قالوا انه ما في حل عسكري لسوريا، الامريكان قالوا ما في حل عسكري، بالاخير بدهم يتفقوا، وبعد ما اتفقوا نهائيا لكن بدهم يتفقوا انه ما بصير في شيء هون من دون الامريكان. يعني الامريكان حتى باسرائيل بالرغم من الخلاف بين نتنياهو وأوباما اللي خلى أوباما، بس أنه السلاح بعده عم يجي على إسرائيل. لأن لما أمريكا هي مورد لكل هالأشياء هيدي يعني. ما لا عم بمدح ولا عم بذم، يعني عم أقول أنه هيدي بلد كبير ما فيك تعمل شيء من دون أمريكا. يعني أقصى ما بدك، أنت ما بدك أمريكا عدوتك، بدك أمريكا أقصى شيء إذا ما بتحبي أمريكا أنه تكون حيادية أمريكا، ما تدق فيها لا أمريكا. فمن هون انه هلا اوباما اجا هو فكر فيها انه السياسات الامريكيه، يعني ليش سموها عقيده اوباما او اوباما دوكترين جديده، انه من قبل انه شو ما عملوا الاصدقاء يلا بنروح نساعدهم. لا، وهي بلشوا يتعلموا بايام بعهد بوش، مش بوش هو اللي كان تدخل بقوه. ف بكتابه لروبرت جيتس اللي كان وزير دفاع بوش وأوباما فيما بعد، هو جمهوري يعني مع بوش وقريب كتير من بيت بوش ككل. فجيتس عم يزور السعودية برفقة وزيرة الخارجية كونديليسا رايس، فكان الملك عبد الله الله يرحمه بيقول له انه بيحكي عن راس الافعى، بتعرفي مين راس الافعى يعني ايران، انه انتم بعد ما تيجوا تتفقوا مع ايران ما كانوا متفقين على ايام بوش، يعني لازم تضرب راس الافعى وكذا. حتى
المقطع الجمهوري شو بخمننا بنشتغل عنده نحن؟ نحن عندنا مصلحة بنشتغلها بالشرق الأوسط، ما بنشتغل عند السعودية أو عند الأصدقاء. أوكي، لا مش أهاني لإلهم، هي الواحد هني مش عم يعرفوا أمريكا، مش عم يفهموا أمريكا، إنه أمريكا بتشتغل لمصلحتها ما بتشتغل لمصلحة غيرها. وإذا عندها أساطير بالخليج هي لمصلحتها كمان، بس كمان لمصلحتهم يعني. يعني إذا عم بتساعد لبنان هي لمصلحتها. ما بيقدروا يروحوا على الكونغرس ويطلبوا مساعدات للبنان من دون ما يفسروا انه هي لمصلحتهم كمان. طبعا هلا ما بقاش في لا رأس أفعى ولا شيطان أكبر يعني، ما هيك؟ لا بعدها، بعد الخلاف السعودي الإيراني قوي. ايه بس مش عم يستعملوا هالتعبير، بس عم يستعملوا تعبير اكبر اليوم. لا خلافات بيناتهم اهم. ايه مش عم بحكي عن السعودي الايراني، عم بحكي عن الايراني الامريكي. بس هذا اللي عم تحكي عنه حضرتك سياسه اوباما كان عبر عنها باتلانتيك بالحديث الاخير. ايه صحيح. طيب اليوم كيف رح يكون تداعيات هذا الحديث على نفوذ الدول في المنطقه؟ يعني نفوذ حلفائه تحديدا. اللي قاله اوباما هلا قاله من قبل، قال لهم اياها وزار السعوديه من حوالي 3 سنين، وقال لهم اياها بكامب ديفيد من حوالي سنه اجتمع مع قيادات الخليج، وقال لهم قال لهم انه انتم عشو خايفين؟ ما نحن وجودنا موجودين هناك، يعني مين بدق فيكم؟ قالوا من جوا الخلاف ايران عم تتدخل بقضايا الداخليه، قال له عندكم مواطنه حقيقيه، ما كانت بتتدخل ايران. يعني هيدي عقيده اوباما، انه نحن ما رح ندخل، انه اذا طلع على راسه حليف لنا بالمنطقه انه نحن نضرب فلان رح نضربه. لا مش هيك، هيدا مش هو عم بقول هيك اوباما، انا بفكر من بعده رح تستمر هي. خدي هيدا ترامب من بعده رح تستمر هيك. هذا الحديث اليوم شو مستقبل امريكا؟ يعني اليوم كانه في صعود لليمين في امريكا، انه ما الجمهوريين كلهم يمين. ايه؟ وهو هذا يمين اليمين ترامب بالضبط، بس بطريقة انعزالية خالصة، انه السعودية اذا ما بتعمل مثل الا بنسحب قوتنا، او بدها تدفع اللي ليش انا بدي احميها بلاش، انا عم بحميها، انا مستقلين عن البترول، بقى عندي بترول بقدر يرتفع سعر البترول وانا ببيع بترول وعندي يعني بقديني اللي عندي. فما فرق معه، بالعكس هو بيقول بوش يعني كان مجنون انه راح افغانستان وراح على العراق، اضربهم وفل خلص هي القصه. ايه بس قديش الولايات المتحده الامريكيه هي يعني قديش هو ممكن يكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه؟ انا ما بعتقد هو بوصل بالاخير، في موجه امريكيه ضده. ايه؟ لا بيعبر عن قسم كبير من الامريكيين بفكروا بالطريقه. ايه لا قسم كبير بس مش قسم الاكبر. انا بعتقد بالاخير جاي هيلاري كلينتون لاول مره، مثل ما لاول مره كان في اسود. نعم. رئيس جمهوريه امريكا، لاول مره بيكون في مره رئيس جمهوري. ليه؟ بالنهايه في تحالف داخلي هيدي خلقه اوباما، هو من اللاتينوز اللي جاي من امريكا اللاتينيه والسود وغيره من الاقليات، واليهود معهم كمان لانه الليبراليين، والليبراليين البيض هول بيطلعوا لهم فوق 50%. اذا حقيقه قدرت تتحمسهم هي رح تطلع، مش حالا تاني. شيء تاني، اذا كان اوباما في كثير من الجمهوريين ما رح يصوتوا، ما رح يجوا يصوتوا، ما بيصوتوا لهيلاري بس ما بيجوا يصوتوا. يعني مثل عنا يعني، انه بعطيك مثل عنا، بشوف بانتخابات نيابيه صوت 32,000 مسيحي، بانتخابات بلديه بعد سنه صارت 2009 2010 صوت 43,000 مسيحي. ليه؟ لانه هي بتهمهم، هيدي ما بتهمهم. نعم. او ما بيقدروا يعملوا فرق فيها. نعم. طب هل ممكن ياثر هذا الشيء على سياسه امريكا الخارجيه؟ يعني من سيكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان يؤثر على سياسه امريكا الخارجيه؟ لانه دائما بنقول انه السياسه هي واحده والسياسه تطبق يعني ضمن نهج من السنوات اللاحقه للسنوات السابقه للاحقه. لك لا في فرق. اول شيء بوش غير عن اللي قبله، كلينتون ما غير عن بوش الاب وريغان كثير، ندفة صغيرة بصيروا. بس بوش الابن غير عن كلينتون كثير، هالتدخل حربين والفكرة الجديدة بالمحافظين الجدد انه نحن بدنا نصلح العالم، هيدي منا فكرة أمريكية سابقة لبوش. إجا أوباما مش 180 درجة، ما منا اختصاصنا هيدا أنا نعملها. أنا بدي طلع أمريكا، وربح هو حتى طلع أمريكا من هالحروب
ما قدر يطلعها كاملة، لكن خفف كثير الوجود الأمريكي اللي كان بأفغانستان أو بالعراق. فهيدا تغيير هائل يعني لبقول. وما بدي أدخل حرب سورية، لا طبعاً عندنا نفوذ ومنعملها، بس ما بدي أدخل للحروب. وغلط أني دخلت بحرب ليبيا، عبقولها يعني قالها بالأتلانتيك بالمقابل، مش مقابلة هالمقالة الكبيرة. فإذا إجت هيلاري راح تكون استمرار، استمرار مع تغيير بطيء بسيط يعني، لا ما هو أوباما. لكن إذا إجا ترامب راح يكون في تبديل، إن أمريكا ماشي نحو انعزالية جديدة، وبعدين كل واحد ما بيعجبنا بنروح نضربه. مش إنه انعزالية ما بدي أتعاطى بالعالم. نعم. طيب قبل ما يخلص وقتنا بدي شوي أحكي عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مع إسرائيل. يعني اليوم من بعد الاتفاق النووي مع إيران، هل سيتغير الصراع العربي الإسرائيلي، أو هل سيؤثر ذلك على ستاتيكو طبعا الصراع العربي الإسرائيلي؟ كمان بإسرائيل صار في أكثرية يمينية هايلة، مثل ما عم نحكي عن أكثرية ليبرالية بأمريكا، هم في أكثرية ليه؟ اليهود العرب، اليهود السوفيات، واليهود المستوطنين بالضفة الغربية شو ما كان إثنيتهم، أوكي، مع اليهود البيض المحافظين مثل نتنياهو وغيره، هودي بشكله 55-60% من إسرائيل. فصعب يخسروا، وهودي ما بدهم، هودي بدهم يبلعوا فلسطين كلها نتفي نتفي. وإذا أنا بعتقد بالنهاية خطر لإسرائيل. أنا بتمنى أنه رئيس الجمهورية محمود عباس أنه يستقيل ويقول لهم هيدي بإيدي، يعمل مثل ما عملوا بجنوب أفريقيا، أنه خلي الأقلية تحكم، لأن الأكثرية على الأراضي الفلسطينية، فلسطين التاريخية يعني إسرائيل والضفة وغزة، من هلأ لخمس سنين بيصيروا الفلسطينيين أكثر من اليهود. وبتصير نوع من مثل جنوب أفريقيا كما كانت بجنوب أفريقيا. يعني بالأخير العالم ما بيقدر يكمل بتأييد إسرائيل بالطريقة لما بيصيروا دولة واحدة. بس هلأ بعدنا بيعتبرون دولتين وشعبين وكذا بدولتين مختلفتين، فإنه عم يتحاربوا مع بعض بدوا صلحوهم مع بعض. بعدين خلاص انتوا، نحن اسرائيليه ما بدنا، اعطونا الجنسيه وبندخل بكره بالانتخابات الاسرائيليه، ما فيهم ما يعطون الجنسيه. لا كيف اي بس شو بده يعمل؟ يفل يترك حكومه، كلها جماعه الحكومه تتركه، لانه ما في. بس هذا يعني هذا اعتراف، امريكا ما بتقدر تضغط على اسرائيل. هذا خيار يعني في حال اتخذوه الفلسطينيين، هذا اعتراف بسلطه العدو يعني، واعتراف بالدوله الاسرائيليه. الفلسطينيه وصلوا لدرجه ما عندهم، ما في اكتراس عربي لا قضيتهم أبدا. ما في تأييد عربي لا قضيتهم أبدا. مش خيار هو إذا بدك خلص يقضي على القضية الفلسطينية؟ لا أبدا ما بيقضي، ما قضي على السود. هذا الخيار ما كان خيار، هو كان واقع. ما قضي على السود، بالعكس اليوم السود هن مستلمين بجنوب أفريقيا، ما قضي، ما بيقضي عليهم أبدا، هن أكترية. أنا بدي حقوق المدنية، بتتغير العملية من حقوق لوطن لحقوق مدنية. العالم ما في يواجه هيك شيء لمدة طويلة، بده يعترف بحقوق المدنية. ما عندهم دولة هودي يعني اليوم. إذا متأمل يعني محمود عباس فلسطين، يعني بطل في فلسطين بصير في إسرائيل، هيك قصدك؟ وبصيروا فلسطينيين مواطنين في دولة إسرائيل. بس بالأخير بترجع فلسطين، لأن الأكثرية هي عند الفلسطينيين. هودي الفلسطينيين اللي موجودين بالداخل بفلسطين التاريخية. ما عم نحكي نحن عن اللاجئين الموجودين بلبنان وبسوريا وبالأردن وبغير محلات. ما عم نحكي عنهم. واضح. هن اليوم بيساوي اليهود. الضفة وغزة. اليوم بيساوي اليهود بفلسطين. بإسرائيل في 1.7 مليون عربي. وطلع لهم 13 نايب هذيك المرة، وبشي 2 مليون بغزة، وفي ما يقارب 3 ملايين بالضفة الغربية. يعني عم تحكي انت اليوم عن حوالي 6 3 و2 5 حوالي 6 ملايين
هلأ فلسطيني ما في 6 ملايين يهودي. طب هلأ يعني فتنا على الداخل الفلسطيني وعلى إسرائيل، بس أنا كان قصدي بالسؤال هو قد ايه رح يأثر على الصراع العربي الإسرائيلي، بمعنى يعني على إيران، حزب الله، يعني على الدور المقاوم والممانع وعلى الدور العدو الإسرائيلي الذي يعتدي. هل أنه هذا الاتفاق رح يخلق ستاتيكو جديد على مستوى الحروب المواجهة؟ سريعا يعني طبعا حلقتنا. طبعا ايران وحزب الله وسوريا ويمكن العراق بالمستقبل من داعمين للقضيه الفلسطينيه بقوه، لكن عندهم قضاياهم للقضايا الثانيه ما رح تنحل، فما رح يقدروا يعطوا هذا الاهتمام للقضيه الفلسطينيه، فالفلسطينيه مشكلته، ولا الامريكيين رح يقدروا يضغطوا على اسرائيل تتقبل، فمشكله الفلسطينيه هي بايدهم مش بايد العرب ولا بايد حلفائهم او الناس اللي بعيدون، لانه منهم حلفائهم كمان. كان في اخيرا كان في حديث عن حرب اسرائيليه، وسيد نصر الله عندما تحدث في مقابلته مع الميادين تحدث عن انه ما يشاع او الحديث عن انه حرب اسرائيليه قادمه على لبنان، وتحدث عن الردع والرد كيف سيكون. هل نحن وسط يعني الولايات المتحده، سياسه الولايات المتحده الامريكيه حاليا، هل نحن على ابواب او امكانيه حرب جديده على لبنان؟ لكن في أخبار مخابراتية يقال، هاي اللي خلته لسيد حسن نصر الله يحكي حكيت عن إسرائيل بالمقابلة اللي عملها، إنه إسرائيل عم تهيئ لهجوم على حزب الله، أخذ بعين الاعتبار إنه حزب الله في سوريا. هاي اللي خلته، لا نحن ما بدنا نحارب جيش لجيش. نحن بدنا انتم بتضربوا بالطيران، نحن بالصواريخ. بس هو في حرب، يعني هل يمكن ان اسرائيل تقوم حرب على لبنان من دون بس في خبر موافقه امريكيه؟ ايه اليوم ولا معقول يطلبوا موافقه اوباما، عم بيعرفوا انه اوباما ما رح يوافق. بس اسرائيل تقدم على حرب من دون موافقه امريكيه؟ ايه بتقدم، وبعدين امريكا بتأيدها. تقدم يعني مجبورة تأيدها. فالهيك في إشاعات كبيرة وقوية إنه إسرائيل معقول تعملها، فالهيك كان خطاب السيد حسن يعني إنه لا بتضرونا من دركم. شكرا لك السفير عبد الله أبو حبيب على وجودك معنا اليوم بحوار يوم، أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة واللقاء.